السلام عليكم. عرفي نفسك. والله ولاء. اتفضلي يا ولاء. على فكرة احنا كنا قاعدين في بيوتنا مفيش اي حاجة. سمعنا بتوع التحرير جايين على هنا وبيهتفوا عايزين يعدوا من الجيش عشان يروحوا وزارة الدفاع. وقفوا طبعا الناس بتوع المنطقة هنا. منابنا في الحتة اللي تكسير المحلات والدكاكين والعمارات، وبقوا يطلعوا الشقق يتهجموا على الناس والاطفال والستات. فاحنا مش عارفين يعني هم عايزين ايه. عايزين حد يدخل من بره عشان البلد تبوظ خالص، ولا عايزين ايه بالظبط؟ هل فعلا حصل اعتداء من اهل لا، من اهل المنطقه كان رد فعل للمتظاهرين عملوه. تمام. المتظاهرين طلعوا البيت، احنا كنا واقفين بنشوف في ايه، طلعنا استخبينا في عماره هنا. طلعوا تهجموا علينا حضرتك، وعايزين يكسروا علينا باب الشقه، وعايزين ما يسيبوناش، ويقولوا لنا هنضربكم وهنموتكم، احنا عايزين نمشي. البلطجيه كلها جايه حضرتك من التحرير. احنا كل اهل العباسيه هنا رد فعل عشان بيحافظوا على الستات والاطفال. احنا مش عارفين هيفضلوا كل شويه. برضو امبارح بالليل جم وعملوا نفس الحكايه. احنا كده في خطر، احنا اطفال وحريم. الرجاله بتقدر تدافع عن نفسها. احنا بنتكلم ان احنا ستات واطفال. الرجاله وقفوا وقدروا يحموا نفسهم، احنا هنعمل ايه؟ خلاص يا اسطى، يعني انت بتطالبي بعدم التكرار مره اخرى؟ حضرتك هم عايزين المشير يسيب البلد. مين اللي هيمسك البلد؟ هنستنى لما امريكا تدخل تاني زي 73 ونرجع للوجع الدماغ تاني؟ ما يصبروا، ده كلها كام شهر وهيبقى في انتخابات رئاسه وفي حد هيمسك البلد. يعني انت معترض على المظاهرات من اصلها؟ انا معترض على موقفهم اساسا. الاول قالوا محاكمه الرئيس وكل الحراميه، عملوا لهم اللي هم عملوه، وهم دلوقتي بينزلوا في تحقيقات وهيتحاكموا. هم عايزين ايه بقى دلوقتي؟ هم مرتاحين ان هم بيتهجموا على الستات والاطفال؟ فرحانين ان حضرتك بص الشارع كله ايه اللي جرى فيه؟ ما ينفعش.